حضرتك قلتي لي ان انا شفته اول ما انضرب. عمته لقيتها بتصوت، في ايه يا حياه في ايه يا حياه؟ قالت لامير. نزلت اجري بجلابيه البيت، لقيته مرمي وواقفه بنت عمته وامه، ولقيته مرمي في الارض صاحبه مش عارف يشيله. فانا بصوت وبشيله، لقيته عمال حاله لا تتخيل، الدم بصي مش عايزه اوصف لك الدم اللي كان نازل منه. وقفوا توك توك وخدته ورحت على المنشاوي جري. في صدره مثلا؟ صدره، في قلبه، في كتفه، وفي ظهره، وفي رجله، دي مقطوع جايه كده مقطوع الوتر. خدت بعض، دخلوا الدكاتره، قعدنا من 12 وتلت ل 3 الا تلت وهو مرمي بينزف. والاخر الدكتور قال لي احنا عملنا اسعافات اوليه، كده بقى الدور ده بتاع الجامعه، هنجيب لكم اسعاف مجهزه وتطلعي بيه. خدنا بعضينا وطلعنا الساعة 3 إلا تلت الجامعة، من 3 إلا تلت ل7 إلا شوية. الوقت ده ما بيتكلمش، ما قالتش حاجة. كلمنا كلام يعني مش كلام أمير اللي بيتكلمه، حاجة على خفيف كده، عايز أشرب، قوموني، عايز أروح، ده اللي كان بيقوله، ما قالش أكتر من كده. خلى العيال دي تعمل كده، ما تعرفيش حقد فيهم منه عشان هو أحسن منهم، عشان هو فالح عنه، ما تعرفيش. ما إحنا لحد هم قدوا في السن؟ لا، ده واحد عنده حاجة و30 سنة، واتنين عندهم 25 سنة، اتنين اخوات والتالت صاحبهم. وجم يعني انت حضرتك شفت الفيديو، وقفوا واحد فيهم كلمه ثبته على ما التانيين يجوا. مشي ولقيت الاتنين داخلين كده واقفين بالشجر، راح التاني جاي لافف من ورا كده مديله فركه. متخانقين قبلها مثلا؟ هو كانوا غير الخناقه اللي من 2017. لا. يعني ما جوش ناحيه البيت هنا واتخانقوا؟ جم. لا قلنا استنى بس يا جماعه، جم وضاربين ابن عمته وقاطعين ايده كف ايده، بس من شهرين الكلام ده. من شهرين؟ ايوه. يعني هم قاصدينكم؟ أيوة. وقاصدين الولد وكسروا لنا البيت واحنا مسلمين فلاشه بالكلام ده. من العيد الكبير؟ من العيد الكبير في الكابوس ده؟ ايوه، من يوم الوقفه بتاعت العيد الكبير بالظبط. دخلوا علينا هنا بالسنج وبالسيوف. ما عملتوش محاضر؟ عاملين ايه بقى المحاضر دي؟ مجراها ايه؟ ما حدش لحد دلوقتي بقى.